أهلا بحضركم جديد، وبالتأكيد موضوعنا قراءة أولية للانتخابات البرلمانية بعد انتهاء اليوم الثاني من المرحلة الثانية من الانتخابات. بالتأكيد ربما في مؤشرات مبدئية نتوقف عندها قليلا للتعرف على أبرز ما ميز من ملامح هذه المرحلة من الانتخابات، ما بقى من المرحلة الأولى، دروس مستفادة، الإقبال ربما بشكل نسبي كان أفضل، كيف كان شكل المخالفات وما إلى ذلك. لكن الحقيقة نبتدي وللأسف بالحادث المؤسف اللي ألقى بظلاله ويلقي بظلاله على متابعتنا، اللي حصل من تقريبا من ساعتين ثلاثة، الانفجار اللي وقع في أحد الفنادق في العريش اللي بيتواجد به قضاة بيشرفوا على العملية الانتخابية. الحصيلة حتى الآن وفق ما أفاد بها مراسلنا هي شهيد واثنين مصابين في هذا الحادث. هناك أيضا كلام عن تفجير آخر وقع، لكن يعني بالتأكيد احنا في انتظار احنا نتأكد منه ومن الملابسات المحيطة بهذه الانفجارات اللي ضربت مدينة العريش في وقت سابق. معنا للمزيد من المتابعة، انا مش عارف الحقيقة هو الاتصال متاح حاليا؟ ايوه معنا مراسلنا في العريش مصطفى عبد الفتاح. يعني مصطفى، يعني ايه التطورات اللي حصلت، وهل بالفعل في انفجار اخر وفي نفس في محيط الانفجار الاولاني ولا لا؟ متابعتك بعد اذنك. كان حسين وهو داوود معناها القربة من هذا الفندق، فندق أحد أشهر الفنادق بمدينة العريش، مقر إقامة قضاة العاملين ومدافع القضاء الأكبر. كان هذا الإخبار الثاني بقربة من محيط الفندق، أما كان الإخبار الأول في تمام الساعة السابعة هو المستهدف هذا الفندق. مصطفى للأسف هو في تعذر في وصول الصوت، في تقطع، فيعني أرجوك لو تقدر تغير مكانك قليلا يعني حتى يتسنى متابعتك بشكل أفضل. تفضل تكمل. يعني نتحدث عن عملية التمشيط التي تقوم الآن قوات الأمن من الجيش والشرطة حول الفندق، وداخل الفندق الآن هناك عيارة نارية في جميع الاتجاهات من قوات الأمن الموجودة، وذلك لإبعاد أي من العناصر الإرهابية المتواجدة. وكانت مجموعة قد حاولت بالفعل الهجوم على الفندق وإطلاق عيارة نارية أخرى، ولكن قوات الأمن نجحت في أطلاق. معلش عشان أنا ما التقطتش الصوت بشكل جيد يا مصطفى، يعني الانفجار الثاني في نفس الفندق ولا في مكان مجاور؟ الانفجار الأول كان ملغى تماما للفندق. الثاني يا مصطفى. الانفجار كان بالقرب من محيط الفندق. ولكن ليس امام الفندق مباشره، تحدث عن انفجار اول طبقا ملاصق تماما للفندق واستهدف الفندق مباشره. هل في اصابات وقعت من الانفجار الثاني؟ الانفجار الثاني ليس لدينا اي معلومات عنه نظرا لانه بعيد عن الفندق، هو في محيط الفندق. طيب حصيله الضحايا المتعلقه بالانفجار الاول هل هي كما هي اصابتين وشهيد واحد؟ مستحيل ان اتحدث في عجاله عن الوضع بشكل عام. فضل. الاصابات الموجوده هي اصابات اربع اصابات من داخل الفندق. انا اتحدث عن الفندق نظرا اننا متواجدون بقى ولم نستطيع الخروج تلك اشرطه الفندق، نتحدث عن حصر الاعداد الموجوده التي شاهدناها باعيننا في الفندق. اربع اصابات حتى الان وحاله استشهاد وحيده هي التي رايناها باعيننا، هذا بالاضافه الى جثه احد المحليين الذين قام بهذه العمليه من متنفسه داخل الفندق ورايناها باعيننا، وخلال الساعات القادمه او خلال الدقائق القادمه سيكون صورة من داخل الفندق تعبر عن هذا المشهد الموجود في قطاع الأخبار. نتحدث أيضا عن عمليات التمشيط التي تجريها قوات الأمن من الجيش والشرطة لإبعاد أي من العناصر الإرهابية الموجودة. هناك القوات الأمنية وذلك من خلال إطلاق العيارة النارية بدأت تعاقب وقوع الانفجار المباشرة، وعقب وقوع الانفجار الثاني قامت مجموعة إرهابية بمحاولة الهجوم على الفندق وإطلاق العيارة النارية في مكان قريب من الفندق، وبالفعل كانت تحاول الدخول إلى الفندق ولكن قوات الأمن أطلقت عليهم بكثافة العيارة النارية مما أدى إلى هجومهم وعدم تمكنهم من المحاولة التي كانت تستهدف الهجوم الداخلي على الفندق. محاولات التمشيط زالت مستمرة من قبل قوات الأمن التي تمشط جميع أجزاء الفندق من الداخل ومن الخارج، هذا بالإضافة إلى الدوريات والارتكازات الأمن التي تنتشر في محيط الفندق وفي مدينة العريش ككل، وذلك للبحث عن العناصر الإرهابية والوصول إلى أي معلومات تفيد عن الحادث. هل تم التعرف على هوية الشهيد؟ حتى الآن لم نتعرف أو لم يتم الإعلان أو تحديد هوية الشهيد، ولكنه تابع لقوات الأمن، ولكن الاسم أو الهوية بالضبط لم يتم تحديدها حتى الآن.
رحمه الله، ويعني في النهاية هو عمل غادر ينضم إلى حصيلة أعمال أخرى إرهابية تستهدف أبرياء وتستهدف أيضا عرقلة مسيرة مصر نحو البناء والإصلاح. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتأكيد هنتواصل معك لاحقا للتعرف على المزيد من التطورات والملابسات لهذه الأحداث الإرهابية اللي ضربت مؤخرا محافظة العريش. جزيل الشكر مصطفى عبد الفتاح. عودة لموضوع حوارنا، قراءة أولية فيما كانت عليه فعاليات اليومين للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأبرز النقاط اللي ممكن احنا نتوقف عندها اللي بالتأكيد تساعدنا في تحليل المشهد الانتخابي، ودلالات مهمة جدا الحقيقة أن يتم بسلام الاستحقاق الثالث من استحقاقات خطة خارطة الطريق المصري. بوجه التحية لضيفي في هذا الحوار الأستاذ محمد العزبي، عضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة العليا للانتخابات. أهلا بحضرتك. يعني أبتدي مع حضرتك في يعني الكلام اللي يمكن اتقال كتير اليومين اللي فاتوا، فكرة إن على الأقل بشكل مبدئي إحنا لسه طبعا معناش أرقام وما نقدرش نجزم بحاجة غير بعد ما تصدر نتيجة الانتخابات بشكل رسمي من قبل اللجنة العليا للانتخابات، إن في ارتفاع نسبي يعني في المشاركة في الإدلاء بالصوت في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، على الأقل بالنظر بنسبة وتناسب، على الأقل المؤشرات المبدئية اللي شفناها في لجان كتير جدا في فكرة أن يكون في تناسب بين الكتلة التصويتية وبين من أدلوا بأصواتهم فعلا لاختيار مرشحيهم في برلمان 2015. بالضبط يا فندم، بس انا اسمحي لي بس ان انا هعقب على ما حدث في العريش. طبعا اتفضل اتفضل. هو اللي حدث في العريش كان شيء متوقع. الاقبال الكثيف جدا في شمال سيناء امس من شعب سيناء المصري الاصيل اللي حقق اكبر نسبه مشاركه حسب التقديرات الاوليه على مستوى الجمهوريه، اللي كان بيرسل رسالة للعالم أنه لا مكان للإرهاب على أرض سيناء، كان متوقع أن يحصل رد فعل لمحاولة إثبات الوجود من تلك الجماعات الإجرامية لمحاولة أن تصور للعالم أنها لا تزال موجودة عقب المشهد الرائع اللي قام بيه أهل شمال سيناء أمس وأول أمس في انتخابات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية. لكن الحقيقة في مسعى الإرهابيين ان هم يوصلوا الرسالة دي لم ينجحوا فيها، على الاقل من منطلق ان هم ما كانش باستطاعتهم ان هم يعملوا العمل ده اثناء اليومين الخاصين بالانتخابات، يعني لا. مع وضع في الاعتبار طبعا ان هم استهدفوا القضاء، لكن اسمح لي يعني قبل ما اكمل حديثي مع حضرتك ااكد ان احنا اللقطات اللي تابعناها من العريش هي لقطات حصرية للنيل الاخبار تم التقاطها من قبل مراسلنا في العريش حول المشاهد الخاصة بالعمل الإرهابي الجبان اللي استهدف أحد الفنادق اللي بيتواجد بها قضاة يشرفون على العملية الانتخابية في هذه المحافظة. الحصيلة كما وصلتنا على الأقل منذ دقائق هي استشهاد شخص وإصابة أربعة في هذا التفجير اللي عقبه تفجير آخر في محيط التفجير الأول. لم تتضح بعض حصيلة لأي إصابات يعني، ويؤمل أن يكون تم تداركه وأن تكون الإصابات محدودة، وأيضا إفادة بأن هناك إطلاق نار لمواجهة المتورطين في هذا العمل. فضل. تمام. ده بالنسبة لشمال سيناء، والرسالة اللي وصلها أهالي سيناء إلى العالم أجمع إنما لا مكان للإرهاب على أرض سيناء، فده كان رد فعل طبيعي، محاولة إثبات وجود فاشلة كالعادة منهم عقب القبضة الأمنية القوية للجيش المصري والضربات الأمنية المتلاحقة لفلول هذا التنظيم الإرهابي المتواجد في شمال سيناء، ده كان شيء متوقع.
بالنسبة لنسبة المشاركة اللي هو سؤال حضرتك في الأول، هنعمل مقارنة بسيطة جدا بين أعداد الناخبين ونسبة المشاركة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية دي نسب تقريبية لأن النتيجة لم تعلن رسميا. المرحلة الأولى عدد أعضاء أو عدد من له حق التصويت في المرحلة الأولى كان 27,402,353. من أدلى بصوته فيها كان 7,309,025 بنسبة 26.6%. عقب الأحكام القضائية اللي صدرت ببطلان أربع لجان، أربع دوائر كاملة. أنا أسفل مقاطعة حضرتك، طبعا حضرتك عارف إن الحادث بيفرض نفسه، وإحنا حريصين إن إحنا نتعرف أول بأول على التطورات. معانا شاهد عيان على الحادث، والحقيقة شاهد العيان هي من فريق نيل الأخبار، هي مصورة بقناة نيل الأخبار، زميلة نسرين محسن. نسرين، يعني بعد التحية، إيه شهادتك للي حصل، متابعتك؟ صباح الخير. الحمد لله على سلامتك. طبعا لان واضح ان انت كنتي قريبه من المكان، يعني الله يسلمك. احنا في الفندق اللي حصل فيه الحادث، احنا والقضاة. احنا صحينا على صوت انفجار عالي جدا كسر بيبان الاوض والازاز البلكونات من ناحيه البحر. فوجئنا باشلاء الانتحاري اللي كان في العربيه اللي فجر نفسه جوه عندنا في الفندق. حالة ذعر طبعا اصابت كلنا. العربية كانت فين يا نسرين؟ العربية كانت قدام باب الفندق. قدام باب الفندق. ويقال برضو، انا معلوماتي طبعا لسه مش مؤكده جدا، انها داخله هنا من بالليل. بيتها من بالليل. طبعا العملية الانتخابية هنا تمت بنجاح تام وكله كان تمام. واضح ان هم بيعملوا كده عشان يقولوا انه لا، سينا مش امان او فيها قلق يعني. بس هم يعني لو عايزين يقولوا كده بجد كانوا عملوها في اليومين بتوع الانتخابات يعني. ما هم احنا لسه ما خلصناش منهم يعني. بس طيب خلينا الاول نبتدي، يعني غير اللي وصل لك بشكل غير مباشر واللي ممكن يكون مش مؤكد حتى المرحله دي، ايه اللي يعني اللي شفتيه بعينك؟ اللي شفته بعيني انا ازاز الاوض اللي احنا فيها اللي اتكسر، والبيبان اللي اتفتحت، الخشب انفجر اصلا والازاز وقع على الارض. وشفت الاشلاء بتاعه الانتحاري رجله كانت هنا جنبينا عند الاوض، وما شفتش راسه، بس بيقولوا انها في الريسبشن بتاع الفندق بره، لكن انا شفت اشلاء ورجله. الانفجار نفسه كانت حدته ايه يا نسرين، يعني من الدوية اللي عمله؟ اهتزاز، احنا اهتزينا الفندق كله اتهز. ازاز بتاع الفندق كله وقع. الاهتزاز كان جامد جدا. واشلاء العربيه كمان عندنا هنا الى جانب اشلاء الانتحاري. طيب دلوقتي يا نسرين، في طبعا كلام ان في نفس المحيط في انفجار تاني حصل، هل حسيته باصدائه وبين الانفجارين قد ايه تقريبا؟ حسينا بالاصداء، هي اقل من اللي فات، بس طبعا حسينا بيها برضه. ما عملتش خسائر زي الاولاني، لكن حسينا بيها وسمعناها وحصل هزه برضه. يعني هو قال لك كمان من منطلق انه ابعد، يعني لما يحصل في نفس الفندق غير لما يحصل في منطقه مجاوره. هو ابعد شويه، ويقال ان فيها انتحاري، بس انا برضو لسه معلوماتي مش مؤكده تماما. الجيش طبعا والشرطه، الاجراءات التامينيه ده اللي كنت هسالك عنه، الاجراءات التامينيه واوضاع بقى القضاه المصريين الشرفاء اللي هم يعني ايضا جنود في مجالهم اللي متواجدين في الفندق اللي حصل فيه الانفجار. يعني كلنا في ذعر طبعا، كلنا في ذعر. وانا برضو يعني مش عايزه اقول لك معلومه مش مؤكده عن حاجه، لكن 90% هم كويسين، 90% ان شاء الله يا رب. طبعا هو لحد دلوقتي صعب ان احنا نجزم ان مفيش ضحايا اكتر، يعني لا، هو اكيد في اصابات، الامور هتتضح اكيد اكتر، لكن خلينا نطمن على يعني فريق العمل كله بخير الحمد لله. الحمد لله فريق العمل كله بخير، ورجال الجيش حوالينا في كل مكان، وحركه تمشيط جامده جدا دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا نسرين، وهو انت كمان دلوقتي كمان مراسلتنا كمان، واكيد هنحاول ان احنا نتواصل معاكي ومع مراسلنا في العريش للتعرف على المزيد من الاخبار المتعلقه بهذا الحادث الاجرامي والمؤسف
نسرين محسن المصورة بقناة النيل الأخبار، والحمد لله على سلامتهم وسلامة قضتنا، ويا رب يعني أن الحصيلة تقتصر عند هذا الحد، يعني ما تمتدش للمزيد من الإصابات أو القتلى. أرجع لحضرتك وأسفل المقاطعة مرة تانية. أستاذة نسرين أفادت قالته كله، لكن أنا بس أعلق على جملة واحدة، العربية بايتة من امبارح. أنا لا طبعا لسه مش مؤكدة، لكن طبعا لو ثبت ده لا أعتقد لأن لو العربية بايتة هيتم التفجير عن بعد، ولا يمكن يكون بداخلها انتحاري. معنى وجود انتحاري يبقى العربية لسه داخلة، أو كان في محاولة دخول فاشلة مما أدى إلى قيامه بتفجير السيارة قبل الوصول إلى البهو الرئيسي للفندق. يعني ده تحليل الشخصي. إن صعب جدا، لأن العريش فيها قبضة أمنية قوية جدا، بالذات على المنشآت اللي فيها قضاء أو منشآت عسكرية أو منشآت شرطية. فعلشان عربية تدخل فيها مادة متفجرة سواء تي ان تي أو سي فور، أعتقد أنها من الصعب جدا أنها تدخل وتبات ليلة كاملة علشان يتم تفجيرها تاني يوم بواسطة انتحاري. طب الانتحاري هيبقى جواها ليه؟ أعتقد أنه كان ممكن يفجرها عن بعد. هي الفكرة كمان يعني مدى شدة المواد المنفجرة اللي موجودة يعني في الداخل. مش هنقدر يعني برضو لو ثبت ان الحصيلة محدودة بهذا القدر، يعني نقدر نقول بنسبة كبيرة ان العملية يعني حكم عليها بالفشل من بدايتها. هي العملية حكم عليها بالفشل أصلا، لكن المادة المتفجرة هتختلف، لان انا ممكن عندي المادة المتفجرة لو سي فور بكمية قليلة تعادل 10 اضعافها تي ان تي. يعني سي فور ماده شديده الانفجار عن التي ان تي، وماده محرمه دوليا. واضح ان حضرتك مش خبير بس في متابعه الانتخابات، يعني في خلفيه يعني لا باس بها. الحمد لله. نرجع للانتخابات. نرجع للانتخابات تاني. وحضرتك كنت عامل يعني مقارنه سريعه في فكره الاقبال بين المرحله الثانيه والمرحله. المرحله الاولى كان عدد من له حق التصويت كان 27,402,353. من حضر الإدلاء بصوته كان 7,309,125 بنسبة 26.6%. عقب قيام القضاء بإبطال 4 دوائر كاملة، أصبح بحذف هذه الدوائر من له حق التصويت 25,582,581، ومن أدلى بصوته 5,554,678 بنسبة 21.71%. المرحلة الثانية حتى الآن من له حق التصويت 228,204,225، اللي أدلى بصوته عدد يتجاوز 6 مليون، ما عندناش أرقام دقيقة، لكن النسبة المئوية بين 28 إلى 30%، يبقى في زيادة عن المرحلة الأولى. الزيادة دي لها عوامل كتير جدا ترجع هذه الزيادة. طب احنا كلامنا في نهاية تقريبي هيكون حاسم لما تعلن النتيجة النهائية للانتخابات. أنا كمان عايزة أسمع حضرتك كمان مع المخالفات، نوعيتها، مواجهتها، التشريعات الكفيلة بمواجهتها، تفعيل التشريعات لو كانت موجودة، وكتير الحقيقة من المحاور وثيقة الصلة، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة بصحبة الزميل أيمن السيد. التجاوزات في المرحلة الثانية وطبيعتها والتعامل معها هي سؤالي اللي جاي لضيفي أستاذ محمد العزبي عضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة العليا. أبرز التجاوزات كانت مخالفات الدعاية الموجودة على حوائط اللجان، تم شيل المخالفات على اللجنة فقط، رغم أن قانون اللجنة العليا ينص على أن حرم اللجنة 200 متر. بنلاقي اعلانات لمرشحين او لقوائم معينه في حرم اللجنه في 50 متر. تكلمي حد من الموجودين من الامن، لا انا بعد اذنك انا مكلف باللجنه بس. طبعا بنختار اللجنه العليا. الاجراء هي بتبقى غرامه برضه. طيب دي حاجه. شراء الاصوات؟ لا، شراء الاصوات دي حاجه ظاهره موجوده من 20 سنه. وستستمر ما دام هناك فقر في مصر. لكن الملاحظ ان في ناس من اللي نجحت بالمال السياسي. في ناس نجحت فعلا بالمال السياسي. من المفترض ان يكون هناك تشريع ينص على ان من يثبت قيامه بشراء اصوات الناخبين يستبعد ولا تكتفى بغرامه
وده نداء للجنة العليا ان يتم تداركه في الانتخابات القادمة. احنا خلاص اذا جزء من المشكلة ان في تشريعات تنقصنا بالزبط. لان البعض بيعمل مخالفة لكن لا يقع تحت طائلة القانون لان ما فيش يعني مادة بتجرمه يعني حتى هذه اللحظة. المواد كلها بتنحصر في الغرامات. طبعا حضرتك ما تشوفش ان مشكلة اخرى ان ممكن يكون في تشريعات قائمة بالفعل لكنها لا تفعل، اما ان الناس ما بتقدمش بشكوى اساسا او ربما يعني لسبب ممكن يكون غائب عنا. واسمح لي كمان يعني اربطه بمخالفة اخرى هي سمة مميزة الحقيقة، يعني ربما هي ملمح مشترك يعني في تجارب انتخابية سابقة، وهي توجيه ناخبين سواء من افراد او كاعلام يعني بيسهم في توجيه الناخبين. هنقول ان تمت اللجنة العليا اصدرت القرار 118 لسنة 21 نوفمبر 2015 بمنع ثلاث قنوات من التغطية الاعلامية ولم ينفذ هذا القرار. لم ينفذ. القنوات قامت بالتغطية. لان العقاب او العقوبة الموجودة هي مجرد غرامة. هنرجع برضو نقول ان كل التجاوزات اللي بتتم العقوبة غرامة مش حرمان من التغطية. هو طلع قرار بالحرمان، هو تجاوز القرار. طب ما ده يرجعنا بقى لتفعيل القانون. هو تجاوز القانون. هنا العقوبة، العقوبة على عدم تنفيذ القرار غرامة. يكتفى بغرامة. طيب انا معلش انا الوتيره سريعه شويه لكن عايزه يعني ايه استثمر الوقت قدر الامكان لضيقه للاسف يعني. برضو من ضمن ما لوحظ من خلال يعني مراسلنا لما قالوا لنا حصر الاصوات، خلينا نقول حصر الاصوات مش النتيجه، في اللجان الانتخابيه في مختلف محافظات الجمهوريه، ما فيش لجنه كانت بتخلى من اصوات باطله بكمية نسبيا مش قليلة. يعني أنا أفتكر لما نتكلم في 40 في بعض اللجان يعني 40 صوت باطل يعني إلى حد ما مش قليل بالنسبة إن إحنا تولد عندنا وعي يعني من مرورنا بأكثر من تجربة انتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية. رأي حضرتك إيه كمتابع؟ في بعض الأصوات الباطلة بتكون نتيجة عدم قدرة الناخب أو عدم وعيه عن عدد الناخبين المطلوب ترشيحهم، مطلوب في الدائرة 3 فهو بياخد 2 أو واحد او اكتر، ده خطأ. في بعض الناس بتبطل اصواتها متعمدة لان هي شايفة نفس وجوه المال السياسي موجودة فبالتالي طب انا نازل ابطل صوتي. انا من اللجان اللي انا مريت عليها انا كنت بشوف السادة المستشارين اول ما بيخش الناخب بياخد الورق بتاعه يقول له حضرتك اختار هنا 3 وقايمة واحدة. يعني كان المستشار رئيس اللجنة الفرعية كان بيبلغ دايما الناخب بيخطره بعدد الناخبين اللي المفروض يختاروا. فانا اميل اكتر الى ان اغلب الاصوات الباطله عن عمد. عن عمد. لفقدان الثقه، لعدم استطاعه المرشح الوصول الى الناخب بصوره حقيقيه، لوجود بعض القوائم التي كانت تعتمد على اسماء رنانه فقط ولم تستطع التواصل مع الشارع المصري. انا بعمم هنا مش بحدد حد. مفيش تفاعل. هو كان بيعتمد على اسماء رنانه هنا او هنا او هنا او هنا. لكن تواصل مع الشارع ما كانش فيه تواصل. لا ما كانش فيه تواصل، ما كانش فيه برامج انتخابيه محدده، بالزبط. ما كانش فيه درايه بكتير من المرشحين في هذه الانتخابات، لكن الحقيقه كان يمكن البعض كان بيعول ان يتم استثمار الفاصل الزمني اللي بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه من قبل المرشحين. ان هم يعرفوا عن انفسهم. بشكل افضل يعني حضرتك شايف ده تم بشكل ايجابي ولا مش بشكل؟ في احد المرشحين ما قامش بعمل دعايه نهائي، ده في محافظه ما عملش دعايه نهائي واكتفى بشراء الاصوات. وفر فلوس الدعايه لشراء الاصوات. طيب الناخب نفسه هل الناخب اللي شارك في المرحله الثانيه قناعاته ممكن تكون نوعا ما اختلفت عن الناخب في المرحله الاولى مدفوع بظروف تزامنت، احداث تزامنت مع المرحله الثانيه خلت ان في شويه قناعه مخليه ان انا لا انا عايزه اشارك، اما اروح وابطل صوتي او البعض مثلا رايح بتوجه يقول ايه هختار شاب على الاقل ادعم دور الشباب، اختار مراه، اختار حد ابقى ضامن ان هو بعيد عن تيار معين انا رافضه لان قبل كده سقطت في هذا الفخ واخترته ولم يكن جدير بالثقه وما الى ذلك. يعني في نسبه شباب نجحت نسبه معقوله، في مرأة برضو نجحت بنسبة معقولة. فردي على فكرة ما بتكلمش على القوائم لأن القوائم فيها كوتا معينة. لكن أنا بتكلم على الفردي. لا تزال المرحلة الثانية أو محافظات المرحلة الثانية بصفة خاصة بتعتمد على العصبية والقبلية. المحافظات دي بتتميز بالعصبيات والقبليات.
فبيكون القناعات في بعض المحافظات زي المنوفية اللي دايما بتشارك بنسب، يعني انا اكن المنوفية كل تقدير واحترام، دايما بتصنع الفارق. شمال سيناء برضو صنعت الفارق في الحضور الكثيف. الشرقية لكن بتعتمد على القبليات والعائلات، ده اللي بيعمل فارق. اللي لا ينتمي للعائلات بيعمل حاجة حلوة، بيختار الشاب او مرأة زي ما حضرتك قلتي. نتيجة المرحلة الاولى غيرت توجه وقناعات بعض الناخبين، هو شاف ان في تيار معين قد يسيطر فبدا ينزل علشان يعمل بالانسنج، توازن بين القوه دي او القوه دي، ما يديش مجال مجموعه معينه للاستحواذ على الاغلبيه، لان الشعب المصري يعني كان يثق ثقه عمياء في الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولا زال معطل حضرتك، لكن عايزين نطمن على الساده القضاه اللي كانوا موجودين في الفندق اللي استهدف بالتفجير الارهابي في وقت السابق، ومعانا سعاده المستشار عبد السلام محمد رئيس اللجنه العامه للانتخابات بالعريش. يعني بعد التحيه سيادة المستشار، يعني نطمن على سلامتك ونطمن على سلامه ايضا الساده القضاة، يعني هل في اي اصابات؟ ونطمن على حضرتك طبعا. اهلا بكم. الحمد لله الساعه 7 تقريبا الصبح حسينا بانفجار كان الضر على باب الفندق، وبعدين نزلنا دلوقتي متجمعين في اصابات طبعا، بس مش قادرين نحصر. اولا شخصيا مش قادر احصر مين اللي حد مصيب من الهيئه، ولا عندنا من الهيئه ولا لا، ولا من الشرطه ولا من الجيش. هم القوات نزلت كلها دلوقتي بتنشط المكان، واحنا يعني منتظرين نشوف ربنا يعمل ايه. يعني يا رب تكون الاصابات بسيطه. الحمد لله، يعني كل الناس اللي كانوا موجودين في الموقع قالوا الحمد لله في اصابات بسيطه. طيب اخذ برضو شهاده سيادتك يعني على الحادث، ايه اللي تسنى متابعته من قبلكم؟ هو المكان اللي حصل، ولاد الذين دول عملوا الكلام ده في الساعه 6 ونص 7 تقريبا. المكان الوقت ده كان المفروض في ناس راجعين من اللجان العامه من الفرد، وفي ناس كانوا بيجهزوا نفسهم عشان هيطلعوا اللجان العامه متاخره. يعني فهم انتهزوا الفرصه ديت وعملوا اللي عملوه ده. طيب بالنسبه لل، يعني احنا طبعا هو الحقيقه سؤال اجابته معروفه، لكن بالتاكيد يعني العمليات اللي الفرز مستمره وتواجد القضاء مستمر، ويعني الحاجات دي كلها تذهب ادراج الرياح يعني. بس برضو اخد الكلام من سيادتك. متابعين ومتابعين الكلام ده، شمال سيناء بيضرب بيها المثل من يوم ما بدانا العمليه الانتخابيه من اول امبارح، وبيضرب بيها المثل. نسبه الاقبال كانت كويسه جدا، واحنا كنا بنفرز في مقر الفرز لغايه الساعه 3 الفجر، واعلنا النتائج اللي هي الاعداد اللي حصل عليها كل مرشح، وجينا في العربيات اللي هي بتاعه التامين بالليل، والدنيا كانت ماشيه كويس الحقيقه، يعني الدنيا ماشيه كويس. فربنا يعديها ويتمها على خير ان شاء الله. احنا كنا سمعنا عن انفجار تاني كمان سياده المستشار حصل. هو كذا حاجه ورا بعض، بس انا ما اقدرش اقدر حد، لان انا كنت نزلت، كنا مريحين بقى لنا ساعتين كده، انا الانفجار صحاني من النوم يعني. انا راجع الساعه 4 كده، نمت الساعتين دول وقمت على 6 ونص على صوت الانفجار. قررنا لتحت طبعا، وانما في اكثر من انتظار من اكثر من مكان يعني. طبعا الاجراءات التامينيه والاجراءات اللي قامت بيها طبعا القوات المعنيه موجوده، والشرطه يعني نشاطه دلوقتي، وربنا يعديها على خير. ومقر الاقامه هيبقى كما هو ولا هيتم تغييره؟ دي بقى ما اعرفش الحقيقه هيعملوا ايه، يعني احنا المفروض ان احنا كنا مخلصين دلوقتي وكنا خلصنا. ما اعرفش بقى هيعملوا ايه، في لسه زملاء شغالين بيأثروا لجانهم لانه في الاماكن النائيه، المفروض مش هيخلصوا قبل الساعه 12 واحده. ربنا يسهل يعني. طيب اخد بقى من سيادتك سبق كده، يعني هل عمليات فرز الاصوات مفيش تقريبا مدى كده زمني تقريبي امتى تنتهي ان شاء الله في العريش؟ لا لا، لانه في ناس متاخرين لسه، يعني في لجان بتبقى انت عارفه على حدود، على حدود رفح والشيخ زويد والكلام ده، فبيتاخروا شويه. طيب اخد من حضرتك انطباعات كده عن الـ الـ اليومين، يومين العمليه الانتخابيه. العمليه كانت ماشيه كويس جدا، ماشيه كويس جدا الحقيقه، حتى كان نسبه الاقبال كانت شديده، يعني الدنيا كانت ماشيه في منتهى الامان. لولا اللي حصل الصبح ده كانت العمليه كانت كويسه قوي يعني. على عموم المسيره هتستمر والاستحقاق هيتم ان شاء الله، والف حمد لله على سلامه حضرتك وعلى سلامه جميع من كانوا في الفندق. جزيل الشكر سيادة المستشار عبد السلام محمد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالعريش. وأخذ تعقيب أخير من حضرتك يا أستاذ محمد.
انا هعاقب بس بحاجه واحده، ما حدث من الارهاب في فيفر فرنسا بلجيكا حياه وقفت. في مصر انا اسميها اننا نلاقي منتخب العالم في الارهاب والحياه مستمر، بل بالعكس نحن ننجز يوما عن يوم ونحقق انجازات يوما عن يوم. الدراسه مستمره، الجامعات مستمره، لم نفعل مثل ما فعلت دول اوروبا واوقفت الحياه تماما من مجرد تفجير او حادث، والحياه مستمره. انا هستعير من كلام حضرتك كمان، ويا رب وان شاء الله نكون قدها وقدود، نكون احنا كمان منتخب العالم في مواجهه الارهاب امنيا وفكريا في المقام الاول. انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذ محمد العزبي عضو لجنه مراقبه الانتخابات باللجنه العليا للانتخابات، شرفتنا وبالتوفيق ان شاء الله، وباذن الله التجارب اللي جايه كمان تكون افضل ونستفيد من اي اخطاء ممكن نكون وقعنا فيها في تجارب سابقه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ومستمرين مع حضراتكم وملف اخر نفتحه في حوار في هذا الصباح. كونوا معنا.